هناك يوم من كل عام يطل علينا ليطلق العنان لمشاعرنا، مشاعر توحدنا على حب الوطن وتجعلنا نفخر بانتمائنا وهويتنا. يسر صادق ستاندرد تشارترد أن يشارككم الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة عبر تحقيق إنجاز آخر يضاف إلى سجل إنجازات وطننا، حيث سيقوم بتصميم علم دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الآلاف من كرات القدم لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية. كن على الموعد في 27 نوفمبر وشاركنا هذا الإنجاز. لمعرفة المزيد قم بزيارة موقع sc.com/ae/nationalday.